ازيك يا شيماء؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. الله يسلمك. بعد اذن حضرتك انا ليا استشاره بس. اتفضلي. انا كنت بنيت بيت من 3 ادوار، فالدور الارضي كنت عامله شقه، فعايزه احول الشقه لمحلات، ايه الاجراءات اللي المفروض تتعمل؟ ماشي، من ساكن تجاري يعني؟ حاضر. انت في محافظه ولا في يعني في قريه ولا في محافظة؟ محافظه الاسماعيليه. ماشي. في اي استفسار تاني يا استاذه شيماء؟ لا، متشكره جدا، بس انا عايزه الاجراءات بس. طيب، شكرا جدا. شوفي، نرد عليها. هو اصلا قبل حتى قانون التصالح ده يجوز لكل محافظ ان يصدر قرار بتحويل الدور الارضي لمحلات او سكن تجاري. تمام، ويصدر له هو ويحدد قيمه التصالح ده وتغيير النشاط بمبلغ. يعني مثلا المهندسين، لو تتذكر حضرتك، كل المحلات، اغلب المحلات اللي في جامعه الدول دي اصلا كانت مساكن، وتلاقي الدور الارضي فيه اتقلب محلات. فيجوز في محافظات او محافظات واقفه القرار ده، وفي محافظات مفتوحه، فهي مناطق برضو. طب هي تقدر تعمل ايه في الحاله دي؟ تقدر تقدم طلب. تمام، هينزلوا يعينوا ويشوفوا لها الرسم وهيقدروا الرسم اللي هو الخاص بالمنطقه دي حسب المنطقه نفسها، ويحولوا لها ويدفعوا الرسوم ويحولوا لها. طيب استاذ احمد، هنا في ناس بيكون معاها حكم محكمه من مجلس هيئه قضايا الدوله بتهيألي. طب يعني من مجلس الدوله. مجلس الدوله بالظبط. هل ده بيكون بمثابه الترخيص برضو؟ ما هو بايه؟ الحكم بايه؟ بالغاء قرار. اصل ده مجلس الدوله ده ايه؟ الغاء قرار. فممكن يبقى قدم طلب ترخيص بالمثل. لا يعني حته المثل دي حته واسعه قوي. تمام، يعني المثل ده لا يجوز ان انا اخد بالمثل في مخالفه، على فكره. الناس فاهمها غلط. أيوة. يعني ما ينفعش حضرتك خدت حكم بطريقه حتى الحكم اذا صدر خطا وخدت حكم ما يعرفش اخد قرار بالمثل في مخالفه. المثل ده لازم يبقى في حاجه صح. تمام، فانت ممكن تكون مقدم قرار لترخيص زي المدام اللي اتكلمت، عايزه تقدم، والجهه الحقيقة تعسفت معاها، فتقدم طلب، ترفع دعوه في مجلس الدوله الغاء القرار السلبي او الايجابي بالامتناع عن اصدار الترخيص. ولو المحكمه صدرت لها بيبقى بمثابه قرار.